فريق مؤسسة كاسيه بلسطينة في قطاع غزة الآن في أحد المنازل التي تم قصفها مؤخرا في العدوان الأخير على قطاع غزة. هذا المنزل يعود إلى المواطن صبحي أبو شوقة، وقد تضرر نتيجة قصف مباشر للمنزل الذي بجانبه. أستاذ صبحي، في البداية الحمد لله على سلامتكم. الله يسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني تعود الأمور إن شاء الله لحياتها يعني الطبيعية لاحقا. بدي تحكي لي ما الذي حدث معكم؟ يعني إحنا كنا قاعدين في البيت آمنين، الدنيا الصبح، ما تفاجأنا إلا باتصال من المخابرات الإسرائيلية، طلبت منا أنه نخلي البيت. قالوا اخلوا البيت في أسرع ما يمكن، فأخلينا البيت وبلغنا الجيران، لأنه الاتصال كان معايا، تبلغنا الجيران إنهم يخلوا بسرعة، فكل الجيران طلعوا بدون يعني وعي، كله يطلع يجري شارد. فتوجهنا إلى، قال توجهوا إلى الشارع الرئيسي للشيخ عجلين، وتوجهوا إلى منطقة شارع البحر. فتفاجأنا بعدها ضربوا زنانة، بعدين ضربوها صاروخين، فنزلت الدار. فجينا احنا على البيت تبعنا، فلقينا خارب زي ما انتم شايفين، يقعد كله متدمر دمار كامل. فلا تم يعني الشقه هذه اللي احنا فيها، لا شاب يعني له 4 سنين متجوز، طقمه راح، مطبخه كله هيته زي ما انتم شايفين، كله هيته، ما تمش ولا اي حاجه. يا سيدي الحمد لله على سلامتكم، وان شاء الله المال يعني باذن الله سبحانه وتعالى معوض. طيب، رسالتكم لمؤسسه ومتبرعين كاسيه بلسطينة في اندونيسيا، شو الشغلات او ما هي الامور اللي يعني اللي ممكن يعني يقدموها حتى يخفف عنكم في هذه يعني اللحظات الحاليه؟ والله يعني احنا بنطالب منهم انهم يساعدونا بكل ما يقدروا هم، لانه البلد اليوم ما فيش شغل فيها، والناس كلها عاطله عن العمل، واحنا عمال يعني مش لاقيين انه نشتغل، وبنطالب احنا منهم انهم يساعدونا بس ببناء اللي يرجع يعني اعاده ترميم المبنى. طب الحديث عن بدل ايجار مثلا لفتره مؤقته، اثاث لفتره مؤقته؟ والله هو صاحب البيت كلهم هذول اللي ساكنين في الاربع طوابق حيطلعوا كلهم بالاجار، يعني بحاجه الى اجار يعني تمام. صحيح. لفتره مؤقته لحين اعاده الترميم. صحيح. إذن من أمام هذا المنزل نناشد المتبرعين الكرام في مؤسسة كاسيه بلسطينة بأن يقوموا بتوفير بدل إيجار بشكل عاجل لهذه الأسر المتضررة في هذه المنطقة والأثاث اللازم، بالإضافة إلى السعي لترميم هذه المنازل حتى يعود يعني سكانها إليها في أسرع وقت ممكن، وتعود حياتهم إليها بالتدريج تخفيفا لمعاناة الأهل في قطاع غزة. الحمد لله على سلامتكم، ولا أراكم الله مكروها. السلام عليكم. أخ كريم، احكي لنا كيف كان البيت هذا، اكم طابق، اكم اسره كانت عايشه فيه؟ اول حاجه البيت، ايش اللي صار؟ اول حاجه البيت مكون من طابقين، 4 شقق، مساحته 250 متر، يعني طابقين عندك، هم 3 طوابق، في طابق مش مجهز، الطابقين الجاهزين في 4 شقق، 4 شقق، 200 متر مساحته. صحيح، احسن من 200. اكم اسره متر. اكم اسره فيه كان؟ في 4 اسر. طيب ايش صار معكم؟ والله مش عارفين، احنا كنا في البيت قاعدين، ويعني كل واحد قاعد في بيت زي بسمع الاخبار، تبع الاخبار، هم رنين على المخابرات على جارنا، واتصلني عليه بقول له هيك جارك اللي جنبك، قول له اخلي البيت. اجانا قال اخلي البيت، مخابرات المحليه اخلي البيت. احنا جرينا طلعنا رجعنا ناخذ اغراض، اللي هو بقول لك لا اطلع ما تاخذ شيء، اطلع زي ما انت فاضي بوعيك. طلعنا سيبنا، عندي اللي ابن عم دكتور بدرس طب، سيب لابتوب وسيب اغراض وكتبه، والأهل البيت كلهم طلعوا زي ما هم بوعيهم، ما طلعناش بشيء. وفي اللي بنعم برضه عريس سيب بيته كله زي ما هو، ما ضلش شيء. سيدي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يبارك. نحن الآن من أمام منزل عائلة شملخ، أحد المنازل التي تعرضت للقصف خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، هذا القصف الذي خلف دمار هائل في المنطقة والمنازل المجاورة. ماذا تقول لإخوانك في دولة أندونيسيا وفي مؤسسة كاسيه بلسطينة؟ يعني ما هو المأمول من الإخوان في دولة أندونيسيا؟ والله إن شاء الله نرجو الله منهم الأمل فيهم إن شاء الله بالمساعدة، وبالمساندة كمان، المساندة المادية والمعنوية. هل يعني الآن متوفر لكم بدل إيجار مثلا؟ هل هناك يعني استئجار؟ هل هناك قامت أي مؤسسة لتقديم بدل إيجار لكم حتى الآن؟ والله حتى الآن لسه، حتى الآن بقول لك إحنا جايين نحصر الأضرار، المنزل إيش في أضرار؟ وهو فيش في أصلا في شيء، كله نعم دمار نعم كامل. نعم. وأنت بقول لك إحنا لسه بنسجل، قاعدين نعم تسجيل، حاليا إحنا مشتتين، نصنا عند دار عمي ونصنا في شقة،
يعني كلهم شتتين لحتى الناس مش مجمعين حالنا. نعم، ومن هنا يعني نناشد المتبرعين في مؤسسة كاسي فلسطين وشركائها الكرام بأن يعني يمدوا يد العون لهذه الأسر التي نزحت وهجرت من منازلها نتيجة هذا القصف، من خلال تقديم بدل إيجار مؤقت لهم لفترة 6 أشهر أو سنة على سبيل المثال، بالإضافة إلى تأثيث هذه المنازل بالأثاث الرئيسي والأساسي، وتقديم أي مساعدة مالية ومادية تمكن هذه الأسر بأن يعني تكون صامدة حتى يتم إعادة ترميم منازلها. يذكر أن أكثر من 1800 منزل هدمت في خلال هذا العدوان بشكل كلي وجزئي. الحمد لله على سلامتكم، ولا أراكم الله مكروه، إن شاء الله بنكون عندكم إن شاء الله بخير، مقدم لإخوانكم في مؤسسة كاسي فلسطين. السلام عليكم.